السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ناريناس. تمني غتفقشكم مليح. اما مشيت ورا من هرا انا اروكو يتفضل سبحان الطاس. تمني غتجربهم المقادير اي غنحتاج يا روكو يا نحتاج شي حاجه نافع، شي حاجه نحبت الحلاوه الحين. نحتاج اي جوزين نركاس وشفاي، نحتاج اي جن 8 طنجاين نزيد، دي جن 6 طنجاين السكر، ريجن تمجشت، انحتاج ايجن الخميرة الزا ذا زقواغ، انحتاج ايجن ذا شمرار، انحتاجان باش انجمع الخليط نغ. روها انعدا غا الطريقة التحضير. اضنطفي جن تبانيوت، انا يسجمع المكونات نقع، ارقا ثمجشت، رخدني اكيسقا الزيت، اكيسقا سوكا، رخدنا كيساني غشفي، انحركة غمليح، رخدني اكيساني غيجن الزا ضزقوغ، إيجن داش مرار حبة الحلاوة. أناني شوي نحبة الحلاوة شوي نفع إي راح يخثن يتز زي الصرحة يفوح الطس. أروكو يا وانيتين نقجر كي الزيت. روكا كيساني إيجن فاني نمشينا إيجن الخميرة الطس كواخ، رخدني أضحركة شي حاجة منيا. روخا زقين دمجغ المكوناتينو أبدي غني غان شوي شوي. أتف أجمع سوفوس العجينة نخ إخسو تنتكشيخ بصحة الطاس. أتأت أقون قروت قيمعات تمساساق شوي قفسن أمني دي تس أروكون نغي فتشا ذيخر. الصراحة يتفق الطاس بحانت مني غاد جاربونت مكونات جد بسيطة. يلا أش كنت جخ أك الطريقة نتحضر ناروكويا. أتمنى فيديو ياتي في عجبك انت والصحة والراحة.
ديالك.